إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، غير خاف عليكم أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته، وأوجدنا لتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتأمل في هذه الشريعة المباركة في جميع ما شرعه الله جل وعلا من العبادات والواجبات والفرائض والطاعات، يجد أن جميع العبادات إنما شرعت لتحقيق هذا المقصد ولنيل هذا المراد. فالعبادات كلها المقصود منها والمراد من امتثالها تحقيق التوحيد لرب العبيد جل وعلا. وفي هذه الأيام المباركة، وقد عقد الحجيج الإحرام وتوجهوا إلى بيت الله الحرام وملأوا الفضاء بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية والإعظام، نود أن نقف وقفة نتذكر فيها تلك المعالم، ونطوف حول تلك الربا في المشاعر والمناسك، نستلهم منها العبر ونستنبط منها الحكم. المسلم في حج بيت الله بين تلبية وطواف وسعي ووقوف بالمشاعر والمناسك وذبح وحلق وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل،
على حجاج بيته. نود أن ننظر وأن نتأمل لنعرف الرابط العظيم والارتباط الوثيق بين حج بيت الله العتيق وبين توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. فلنبدأ ببناء البيت وتأسيسه. حين أمر الله جل في علاه خليله إبراهيم عليه السلام ببناء البيت قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من النجاسات والقاذورات، وأعظم ذلك وأخطره الإشراك بالله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله والله عليم حكيم. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا أي بينا لإبراهيم مكان البيت، لأن مكانه كان خافيا عليه، بين له المكان وهيأه له وأمره ببناء البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. انظر في هذه الوصية المباركة، ففيها بيان واضح ومعلم ظاهر أن بناء البيت إنما أسس على توحيد الله والإخلاص لله جل في علاه وتعظيمه تبارك في علياه. ثم انظر بعد ذلك في الدخول في النسك، فالمسلم إذا أراد أن يحج بيت الله أو يعتمر فإنه يدخل في النسك بالتلبية، حين يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. والتلبية إعلان وإظهار لتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له وإفراده بالعبادة. ولذلك في صحيح مسلم سمى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله سمى التلبية توحيدا، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به ناقته على البيداء قال جابر: أهل بالتوحيد، وهو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية كلماتها ظاهرة في توحيد الله وعباراتها واضحة في الإخلاص لله ونفي الشريك عن الله جل في علاه.
وغير خاف عليكم أن أهل الجاهلية قبل الإسلام حين كانوا يحجون بيت الله الحرام ويلبون كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقعوا في التنديد والإشراك بالعزيز الحميد جل وعلا حين جعلوا لله وسطاء وشفعاء يدعونهم مع الله جل في علاه. أما أهل الإيمان والإسلام والتوحيد فإنهم يلبون العزيز الحميد وحده دون من سواه ودون من عداه. وانظر بعد ذلك في الطواف بالبيت العتيق، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله جل وعلا عباده أن يطوفوا ببيته الحرام، وفي ذلك أن الطواف لا يجوز بأي بقعة على وجه الأرض، لا حول شجرة ولا حجر ولا حول ضريح ولا غير ذلك. فالطواف لا يكون إلا بالكعبة المشرفة. وإننا لنسمع أن بعض الناس يطوف بغير الكعبة 7 أشواط، وهذا لا شك أن له خطورته وأن له شناعته حين يطوف المسلم بغير بيت الله الحرام. قد ذكر العلماء أن من طاف بغير الكعبة الزهراء أنه لا يخلو من حالين: إن طاف بأي بقعة كانت يتقرب إلى الله عز وجل بالطواف حولها غير الكعبة فإنه قد وقع في منكر عظيم وابتدع بدعة شنيعة وأحدث في الدين. أما لو طاف ببقعة يتقرب إلى صاحبها فإنه والعياذ بالله أشرك برب العالمين، نسأل الله أن يعافي المسلمين. لذلك الطواف ببيت الله معلم من معالم توحيد الله ومظهر من مظاهر العبودية لله جل وعلا. وانظر بعد ذلك في الوقوف بعرفات ودعاء رب الأرض والسماوات. روى الإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في سننه من حديث طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواية الموطأ تقف عند هذا الحد، وزاد الترمذي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم المهيب والموقف الرهيب يتجلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى بإعلان هذه الكلمة العظيمة والإكثار منها وتكرارها.
ولذلك يحصل لأهل الموقف من الخير والفضل ما لا يعلم مداه إلا الله جل في علاه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أرادوا رحمة الله جل وعلا، وأرادوا مغفرته وعفوه، وأرادوا جنته، ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في زمرتهم، وأن يلحقنا بما أصابهم من فضل وأجر وعتق من النار. فمعالم التوحيد لربنا المجيد في حج بيته أظهر من أن تذكر، وأبين من أن تشهر، لكن التذكير بها أمر مهم لنعلم فضل الله علينا، وأنه عز وجل امتن علينا بشريعة مباركة ودين عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه والقيام بحقه وشرعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.